يمكن أن يحدث فيه من أجل تأكيد بأن المستحيل ليس ألمانيا. يبحث دورتموند لتعويض فارق الأهداف الثلاثة المسجلة في ويمبلي، بينما في الجانب المقابل من أجل تأكيد يعني عقلانية كرة القدم وأسرة للمباراة. عموما كرة بمحاولة وتصل الآن في منطقة الجزاء، أبعدت الكرة، يرى الكرة إلى سانشو، أبعدت المحاولة، عادت من جديد، وصلت إلى سانشو، لكن أيضا بعد ذلك على مستوى دورتموند. عموما كرة بمحاولة خطيرة في منطقة الجزاء، أبعدت الكرة الماضية، تعود المحاولة وتعتبر بمثابة المعجزة، كرة في منطقة الجزاء خطيرة جدا، لكن في المكان المناسب، في المكان المناسب الشهير. عموما كرة بمحاولة ملعوبة أمامية الآن، باكو الكثير، خطيرة جدا، خطيرة كرة الفرنسي الإسباني، لكن إلى خارج أرضية الميدان. باكو الكثير، باكو الكثير معارن مع بداية الموسم من تبيح المحرمات إلا إلى ماركو رويس. هوغو لوريس في مواجهة ماركو رويس في اللقطة الماضية. رويس رقم 5 في هذا الموسم، كرة بمحاولة خطيرة جدا، تسديدة تأتي، لكن خسر مباراته الأخيرة أمام أوغسبورغ. كرة بمحاولة سون الآن من أجل أن ينهي كل الآمال إلى خارج أرضية الملعب. ركنية في الجهة اليمنى الآن، ملعوبة المحاولة وصلت إلى رويس، تسديدة، الله 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 الله، اصطدمت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. حلو أن ينتزع لقب بطولة الدوري مرة أخرى. كرة بمحاولة، مارك رويس سدد، لكن تسديد سانشيز، تعود المحاولة من جديد، فرصة خطيرة ملعوبة، هو بطل العالم باستحقاق، هو بطل العالم عن جلاكسل فيتسل. تعود المحاولة داخل منطقة الجزاء، هوغو لوريس، هوغو لوريس في مباراة الأبطال. تعود المحاولة من باكو إلى سانشو في منطقة الجزاء، والتسديد لوريس مرة. متابعي قنوات بي إن سبورتس أينما كنتم، والأمور بكرة تأتي وتسديد عند حارس المرمى هوغو لوريس. ثلاثة إذا ما أراد، كرة بمحاولة ممكن أن تنتهي كل الأمال، هاري كين، خلاص خلاص خلاص، هاري كين ينهي كل الأمال ويسجل في سيجنال إيدونا بارك ليعطي دورتموند الآن ضربة بمثابة رصاصة الرحمة على أرضية ميدانهم ما بين جماهير. كرة بمحاولة الآن أمامية، فرصة من أول من أجل أول أهداف في اللقاء، لكن يبدو بأن هنالك راية والتسلل حاضر على باكو الكثير. الآن دورتموند أمامية ملعوبة سهلة عند حارس المرمى إلى الكوريا الجنوبي سون داخل منطقة الجزاء، سدد سون، كرة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية، لكن فيها أشياء كثيرة لا نفهمها، لا نفهمها ونحتاج. ملعوبة الكرة الرأسية خطيرة، لكن علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. مرة كرة بمحاولة خطيرة الآن، موسى سيسوكو في منطقة الجزاء، وحكم المباراة يشير بال أهداف مقابل هدفين. كرة عموما بمحاولة الآن لمصلحة توتنهام داخل منطقة الجزاء، سهلة لا يعطيك شيء به راحة. كرة بمحاولة من جديد إلى هاري كين، يتقدم ويسجل، لكن الراية موجودة، الراية موجودة، وتسلل على الدولي.